معي عبر سكايب من أطراف الموصل مراسل أخبار الآن لؤي أمين. مساء الخير لؤي. إذا نتحدث عن تفاصيل على الأرض وتقدم، نتحدث عن تحرير 5 قرى جنوب الموصل، لو نعرف تفاصيل إضافية عما يحدث هناك وفي الجيارة وفيما يتعلق بتل عفر أيضا في الغرب، حيث ميليشيات الحشد أيضا تتقدم وتهاجم داعش هناك. مساء الخير ميسون. طبعا العمليات لم تتوقف كما تم الإعلان عنها في بعض وكالات الأنباء، العمليات مستمرة، حيث بدأت قوة من قيادة قوة الشرطة الاتحادية باقتحام ناحية الشورى ورفع العلم العراقي فوق مركز الناحية واستعادة أجزاء كبيرة من الناحية وهروب عناصر داعش باتجاه الشمال باتجاه الجزيرة والبادية. وأيضا في محور الجنوبي الشرقي قامت الفرقة المدرعة التاسعة بتحرير 4 قرى على ضفاف نهر دجلة شرق دجلة، وبدأت بالتوجه نحو مركز المدينة ووسط انهيار كبير لداعش أمام الفرقة المدرعة التاسعة. وأيضا هناك أنباء عن تحرك الحشد الشعبي باتجاه الغرب من مدينة الموصل وصولا إلى قضاء تل عفر والجزيرة والبادية، حيث يعتبر المنطقة الفاصلة بين سنجار وتل عفر هو المنفذ الوحيد المتبقي لداعش باتجاه الرقة السورية. نعم، هذه كل المستجدات على الساحة اليوم. نعم. طيب، فيما يتعلق بفرار المقاتلين مقاتلي داعش الإرهابي إلى سوريا، هل يمكن أن نعرف معلومات بهذا الإطار من داخل العراقي المحاور العراقية، وإلى أي درجة هناك خطط على الأرض وفق متابعتك مع الاستراتيجيين والعسكريين هناك أن يتم فعلا جمعهم بالرقة ومحاصرتهم هناك؟ نعم، المنطقة التي تمت مهاجمتها من قبل الفرقة المدرعة التاسع في المحور الجنوب الشرقي هي منطقة معروفة باسم منطقة السلامية، وهي تضم أكثر من 30 قرية، وكانت هي أحد مراكز وبؤر داعش التي يسيطر عليها منذ أكثر من سنتين. اليوم حررت أكثر من قرية هي المخلط وكذلك النايف وأبو سمنة. هذه القرى يعني شهد انهيار كبير لداعش وهروب. كنا مع اتصال مع قيادات فرقة التاسع، أكدوا لنا أنهم لم يستطيعوا حال المقاومة لساعات ويهربون وهم باتجاه سوريا، لأن أغلب القادة الأجانب قد ترك المدينة وفر والتحق بعائلته في الرقة السورية. نعم، وفق كل هذه التطورات على الأرض لؤي، وفق متابعتك لما يتم للتقدم الذي تحرزه القوات العراقية اليوم، عن ماذا نتحدث كأيام متبقية من هذا الهجوم؟ منذ نتحدث عن معركة الموصل تحديدا التي بدأت في 17 من الشهر الحالي، عن أي فترة نتحدث وفق كل هذه التطورات اليومية؟ اليوم نتحدث عن 5 قرى بجنوب الموصل، نتحدث أيضا عن هجوم كبير بتل عفر بالغرب، واشنطن ولندن بهذه الأثناء تتحدثان عن هجوم لاستعادة الرقة خلال أسابيع، والمفروض أن تبدأ معركة الرقة لتطهيرها من داعش بعد انتهاء معركة الموصل. هل يمكن أن نتحدث عن أيام أسابيع قليلة؟ نفس السؤال اليوم أيضا كررته على أحد القادة من جهاز مكافحة الإرهاب، وكانت النتيجة هي نفسها، أن الحرب مع داعش هي حرب عصابات ولا يمكن تحديد الوقت أو الزمن لكسب المعركة. لأن هناك متغيرات دائما مستجدة، ولكن أكدوا لنا أن الأيام القليلة المقبلة جهاز مكافحة الإرهاب سيكون له دور كبير جدا، وهناك أنباء عن اقتحام مدينة الموصل من الجهة الشرقية، لأنه لم يبقى أمام جهاز مكافحة الإرهاب إلا هي قرية واحدة، هي قرية جوجلي من جهة الشرق، والقوات الآن لا تفصلها عن مركز مدينة الموصل. الحي القدس سوى 3 كيلومتر إلى 4 كيلومتر، يعني الأوضاع هناك قريبة جدا، يعني المحاور أصبحت قريبة جدا من مدينة الموصل. شكرا لك على كل هذه المعلومات لؤي أمين مراسل أخبار الآن، كنت معنا من أطراف الموصل.